شكرا لك كوتش علي على تمرين اليوم وعلى نصايحك وعلى التكنيك اللي قاعد تقدمه للساده المشاهدين بطريقه صحيحه وسليمه، وقاعدين يطبقونها بطريقه تفيدهم وتفيد صحتهم عشان يكون هناك تقنيه جدا جيده وصحيحه في استخدام الدامبل حتى ما يكون هناك اي اثر على العظام او غير العضل او بالجسم طبعا. 100% طبعا نشدد على المرونه، اهتموا في تمارين المرونه، هي مو بس زيادة الكتلة العضلية، المرونة مهمة جدا. أيضا مثل ما قال الكوتش علي، خطواتك يعني الجو بدأ يتعدل سواء كان خارجيا أو داخليا، يعني حتى بالصيف أنا أشوف ناس وايد في المجمعات ما شاء الله رايحين رادين، فكلها 10,000 خطوة ترى سهلة وإن شاء الله يعني دائما مفيدة أكثر من الوقت اللي قضيته في هذا الموضوع. ننتقل بعد ما نتمرن، حركت السعرات وسويت رياضة تروح تحفس الدنيا وكأنك يا أبو زيد ما غزيت مع الشيف عائشة وأسماء وجاسم. يعطيكم العافية قادة وعثمان والسعرات الحرارية زينة بس نعرف شلون نتحكم فيها. صباح الخير. صباح الخير عائشة وعلى هال يعني تسوى الصراحة أكيد السعرة الحرارية لأن كرواسو بس كل شيء فيه مفيد صح. بونجور صح؟ بونجور اليوم غير صح؟ بونجور اليوم فرنسي اليوم اليوم غير اليوم اليوم ان شاء الله راح نسوي كرواسون بطريقه ان انت بالبيت تقدر تسويها، يعني انت تقدر تسويها هي تقدر تسويها يعني سهله ما يبي لها يبي لها وقت عرفتي؟ وفيها تكنيك معين ان وبعدين نكهتها غير، يعني نكهتها انا سويتها اليوم بنكهه التمر شيء جديد اي ممكن يعني تسوينه بهذه النكهه او انك تقدري تسوينه بس الكرواسون مو صعب ويبي لها فرن معين هو حراره حراره معينه يعني البروسس مالها لازم تسوي الحين راح اشوف وراح اقول بين دام قلتي شيء نقدر كل يعني كلنا نسويه معناته راح تكون خطوات سهله هو لما تيني تسوينه تحتاجين فرادة تحتاجين وايد أدوات تحتاجين يعني ميجرمنت حقها طريقتها غير بس أنا سويت بطريقة أن أنت بالبيت تقدر تسويها أنا ودي أعرف شنو المقادير يعني هي فيها شوية طبعا أنا العجينة أنا جاهزة بس أبي أقول مقاديرها عشان نبلش بطريقتها عندنا هنا 3 أكواب وربع تقريبا من الطحين 250 ملي من الحليب خذيت منه شوية ذوبت فيه ربع كوب يعني نص كوب من الحليب 250 ملي ربع كوب تمر تقريبا 5-6 حبات يعني ذوبتهم فيه تقدرين بهذه الطريقة أو تخلين أكثر لازم حليب دافي أو حار عرفتي بهذه الطريقة أو إنه أكثر إذا ما حبيتي إنه يكون في حبات تمر ممكن تطقينه بالبروسيسر يعني بالخلاط علشان بالخلاط. يعني تذوب أكثر عندنا رشة ملح 45 جرام زبدة قفشتين دبس تمر هي اللي راح يعطيها هذا اللون لونها شوية جاي يعني على بني أكثر أي لونها البني وعندنا تقريبا قفشة خميرة من قفشة إلى قفشة ونص قفشتين شكر بس عشان نفعل الخميرة طبعا هذه هي المقادير يعني كلهم ينحطون بالخلاط بعد ما نفعل الخميرة تقريبا من 8 إلى 10 دقائق دايركت هي راح تلم على بعضها من بعد ما تلم على بعضها على طول راح نشتغل فيها ما تحتاج تخمير التخمير راح يكون من بعد ما يعني راح نشكلها بهذه الطريقة التشكيل ما يعني تقريبا 85 جرام بس نكورها تقريبا 85-90 جرام راح تعطيش تقريبا من 10 الى 11 حبه العينه نفسها زين عرفتي؟ يعني هذه الحبات كلها راح نسويها طبقات يعني هذه تعطيك كم واحده؟ العينه نفسها لا مو هذه العينه لا 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 العينه نفسها راح تعطينا نفس هذه نفس هذه راح نسويها نفردها بهالطريقه بس قبل ما نشتغل فيها ونفردها لازم من بعد ما نكورها نحطها يعني شويه نخليها ترتاح تتخمر يعني نص ساعه 45 دقيقه وبعدين نبلش نشتغل فيها طبعا الطريقه اللي انا راح يعني اسويها من بعد ما تتخمر ما ادري يبين ولا لا من بعد ما تتخمر راح نحاول
نفردها تكون دائري. هذه الطريقة حلوة حتى لو انك انت ما تبين تسوي الكرواسون نفسه تقدرين تسوين الفطاير كانها كرواسون. هي العجينة نفسها نقدر نستغلها باكثر. تقدرين تستغلين. انا عندي سؤال وايد مهم. شباتي. ايوه تتبعتي انزين انا بعرف الحين بعد ما نسوي الكرواسون ونخليه خلاص نحطها بالفرن وتكون جاهزه ايش كثر تقعد عندنا يعني انه مثلا اذا ما تبين تاكلين الكرواسون يعني ممكن تسوين الكميه اي نص الكميه تفرزنينها عادي يعني تفرزنينها بعد ما يعني تفرزنينها قبل ما تتخمر يعني تشكلينها الحين انا بشتغل عليها واراويك شلون راح تطلع بالنهايه الشكل عرفتي يعني احس هالشغلات حلوه حق المدارس اكيد هي بس انا شنو راح تشوفين شوي راح تاخذ وقت تاخذ يعني بروسس مالها هذه الشرايح بعد ما تنفرد زين تقريبا لما تفردينها مع يعني مع انك قاعد تحركينها وتفردينها راح تطلع لك بهذا الشكل عندنا تقريبا انا مو ذاكره بالمقادير تقريبا 250 الى 300 جرام من الزبده درجه حراره الغرفه او شوي تحاولين تذوبينها الطبقه زين نحشيها تقدر تحشيها ودك شنو بس احنا لان كرواسون يعني داخل جبن يعني تقدر تحطين بعد ما نسوي طبقات اللي الحين انا هني تقريبا مسويه تقريبا ثلاثه او اربع طبقات ليش تسوي طبقات الكرواسون هو كذي هو كذي هو كذي الحين هذه الكرواسون يعني مو واحده طبقه لا الكرواسون يتكون من طبقات يعني محشيه زبده ما تشوف انه في وايد سعرات ما تشوف انا بتكم قرمشتكم إيه؟ احنا رايحين على الكالوريز اكثر بس الطريقه يعني دسمه هي وايد فيها شلون هذا القرمشه بشنو اللي يعطيك اياها عايشه ودي اسال سؤال تفضل يعني هذه الحبه الواحده الحين بعد ما تخلصينها وتكون جاهزه ايش كثر فيها سعرات والله مو اقل من 130 على بالي اكثر مو اقل يعني مو يمكن أقل. فيها 300 يعني اي يعني على حسب شنو احس وايد فيها اشياء وايد الحجم شوفي هذه كنا وايد فيها زبده وايد فيها بس زبده بس هي كمقادير وكذي بس شوف. هذه الحبه الصغيره اقل تكون الكبيره فيها شوفي هي الحين لما نبلش نسوي الـ الـ الطبقات شوفي يعني هذه طريقه انت تقدرين تسوينها لا لا اصبر اصبر شوي اصبر شوي اصبر على النظام صح انت مسوي النظام الغذائي لا لا وايد لا لا مو وايد الحين انت اصبر علي شويه اول الحين هذه يلا صابرين احنا لا تصير مطبخ معي لا انت قاعد تشوف احنا الحين لما نسوي قاعد اشوفها وايد طول بالك طول بالك شوفي شوف هي ندهنها بالزبدة ترى هي مو كذي طريقتها انا قاعد اسوي طريقه تكون اسهل هي الزبده لما تسوي بالكرواسون تكون العجينه نفسها تكون 30 تقريبا سنتي تقسمها الى 10 وبالنص تكون 10 سنتي من هالكبره الزبده مربعه بلوك وبعدين تكرم على بعض بس هذه الطريقه الاسهل الحين هذه الاسهل اذا انت بالبيت بتسوينها يعني اسهل لك ما تحتاجين فراده او شيء مجرد شغله يعني بشغل يدوي يعني شيء بسيط اسمه كرواسو بس كرواسو بس اي شوفي انا بس راح اضيف هذه هي تقريبا راح تعطيك 11 طبقه من بعد ما تسوين الطبقات قاعد ينصدم لا اصبر شوي اصبر شوي راح تاكلهم شوفي كذي انت ما ادري ايش بسوي اصبر شوي الحين هذا خلاص ما راح احط زياده تقريبا يمكن 6 والله دازين اصبر شوي يلا ناطرين احنا لان قاعد اشوفها وايد المطبخ يبي له صبر انك تطالع بس عرفت بعد ما يعني خلاص تخلصين الطبقات عندك راح تدخلينها الثلاجه تقريبا نص ساعه وايد والله شغل اي يبي لها شوي يعني هذه التكنيك مالها نص ساعه بس عشان شنو راح تقسى معاك العجينه وبعدين راح لا لا بس خلاص خلصتي خلاص خلي ولا شيء عند جاسم لا لا خلاص انصحك لا قلت اغمس أي. لا 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 ها شوفي من بعد ما شوف الطريقه ركز شوف شو راح يصير راح تنفرد اكثر وتضعف اي البروده اللي راح تكون انت حاطها من قبل من بعد ما سويت الطبقات
طبعا هنا عشان الاستديو بارد هم الزبده انا ما ذوبتها وايد تيمد ما يعني اي تيمد وما رحت ما راح يعني راح تطلع معك الطبقات مضبوطه يعني هي تقريبا اخذت شكل دائري والله تاخذ شغل دائما لا هي شوفي هي كأول مره تسوينها شوفي شلون قاعد تكبر العجينه ويانا ما قاعد يعني خلاص ما قاعد سهل تشكيلها يعني الحين تقدرين تشكلينها طبعا كذي بهالطريقه هذه طريقة شوفي يعني لو تشوفين راح تشوفين طبقاتها واضحة كثر ما تحسين وانت يعني تفردينها تحسين انها خلاص يمكن على درجة حرارة الغرفة اذا كانت وايد حارة او شيء ممكن تحتاجين ترجعينها مرة ثانية ثلاجة يعني نص ساعة لازم تكون الزبدة اللي داخلها باردة طبعا كذي احس انها زينة وهم تقدرين تتحكمين بالسماكة شوفي أنا قاعد أحاول كثر ما أقدر إنها تكون يعني دائرية والله اسمع شوفي لا حد يدش المطبخ وهو يعان ليش ما راح تقدر تصبر على هذا كله أو تقعد تخرب تقعد لا تعرف أنا شنو أقول لك هذا يتجهز قبله بوقت يعني أنت بوقت هذا لازم قبلها بيوم إيه 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 أنا والله. عشان كذي سألت الشيف عايشة خاصة حق العيال وهذا فقبلها بيوم لازم قبلها صح إيه يعني جاهز أنا من أمس بالليل يعني مجهزته طبعا هو حالات بوقته أدري إيه. بس إنه إيه الحين عندنا هذا ايه شكلها ايه يلا ركب ايه شوف 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 راضي أنا الحين إيه الساعة كانت راح ناخذها كذي بهالطريقة عشان نطلع يعني الحبات تصير شلون اقول لك نفس الحجم أي. او انه مثلا تبينها كبيره تبينها تكون صغيره يعني على حسب انت شنو تبين زين ممكن هذه او تبين اصغر تصيرون ميني يعني تصيرين اصغر لا لا مو بيتزا اصبر اصبر شوي اصبر اليوم شو بك علينا اليوم جاسم يعني متفهم مو شارب هذه الطريقه طبعا لما تكون بالثلاجه راح تشوفين طبقات شرايين طبقات يعني. عفوا الزبده داخلها تطلع بهالشكل بعدها راح نعطيها شوي تسينها شوي اي بسيط عشان تطلع عندنا هذه المثلثات لازم تركزون هذا هو اهم جزء هذا اهم شيء اي شوفي وراح تفردينها شوي وتلفينها بعدها راح تحطينها بالصينيه تخلينها شوي تتخمر كذي طبعا هي بدايتها راح تكون هي صغيره اي كاهم متى تكبر بس خلاص كاهم مني والله قاعد اقول تطلع بهالشكل كرواسون الحجم اللي لما تدش الفرن تكبر لا الحين هي احنا قاعد نشتغل فيها العينه مو متخمره بعدها يعني فيبي لها تتخمر راح تكبر العجينه وراح تشوف فهمت شلون؟ والله ما ادري جاهو جاهز نعم يلا نشوف لي اخر شيء تنطر يعني شو اللي تطلع معنا النتيجه لاخر البرنامج احنا وياك احنا في اي خلاص يلا ورينا الشكل النهائي وبس هالطريقة مره ثانيه نسوي اخر وحده تقدر تسويها اصغر اوكي وراح لا والله سهله يعني بس انت قصيتي شويه اي وبعدين لفيتي كذي اي هذه هي تقريبا أيوة. طريقتها بس. نخليها تتخمر تخلين بينهم مسافه تخلين بينهم مسافه لان هي راح تنشفخ بهذا الشكل هي راح تتفرزل عرفتي نفس الشكل هذا الشكل نذهب ورا زبده شيء مثلا ولا شلون نحط عشان ما يلصقون انت مثل بهالطريقه بالصينيه تفرزينينها من بعد ما تكسويات تحطين شو اسمه تحطينها باكياس او شيء مجرد ما انه راح ندهن وجهها خليها هناك راح ندهن وجهها بالبيض وبس وندخلها الفرن تقريبا على اول 8 دقائق 180 الوقت الباجي هي تاخذ 20 عفوا هذا الشكل النهائي ها؟ اي شوف شكله شلون حلو 20 دقيقه 25 دقيقه شوف الزبده شنو صار جاسم شنو طالع شنو صار اللي مسويتهم شايفتهم كبرت انزين الحين شنو حطيتي لنا؟ دبس رمان وعسل يعني بس دبس رمان راح يصير هذا دبس تمر دبس تمر لا عفوا دهنا اليوم اي لان جاسم اليوم ما شاء الله يعني زين اعطينا صحن تبي تذوق الحين على الهواء لازم نصحنها يلا ذوق على الهواء الحين
عطنا رايك لانه وايد كان قاعد يعلق على الموضوع فلازم وايد نشوف احنا انت خايف انك انت على ما تجيب صحن مطوله يعني حتى لو كان على الهواء لازم الاجراءات اللي يسويها ما يقدر يستغنى او نخلي جاسم ياكل على راحته هنسولف انا معك لانه ما يقدر يتحجى وهو ياكل طعم اوكي صح مبين اقتنعت صح كذي كنت لازم تسوي من البدايه شيف عايشه هنسوي على طول سوي له ياكل جاسم ما راح يقول لك ولا كلمه راح اكمل الحلقه يبغى قهوه بس اليوم اي والله لازم قهوه يبغى شيف عايشه بالعافيه ان شاء الله وهذا هو الشكل النهائي مشاهدينا بالنسبه حق الكرواسون بالتمر اي اكيد وراح ننتقل الى المؤشر ولكن اليوم راح يكون زميلنا عثمان لان رائد اي والله رائد اليوم مو مداوم وما يشوف شر ان شاء الله فعثمان شنو البورصه اليوم عندك والله البورصه كرواسون دائما اشتريها جاهزه فبالعكس يعني شغلها متعب يعني الله يعطيهم العافيه يجهزونها لنا واحنا نروح نشتري عادي فالحياة وايد جميلة أكيد أكيد يا عثمان كل التفاصيل راح تكون وياك مع المؤشر بعد الفاصل